السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظ میں رکھے، آپ کی حفاظ فرمائے. ناظرین سامعین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی اہل و عیال کی حفاظت کے لیے مسنون دعا ہے انشاءاللہ تعالی، ترجمہ کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اللهم إني إني اللهم إني أسألك العفو أسألك العفو. اللهم إني أسألك العفو والعافية والعافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني في ديني. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ودنياي وأهلي وأهلي ودنياي وأهلي ومالي ومالي ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني في ديني ودنياي وأهلي ومالي.